حلو. انا توترت ما بعد شغل شيء. لا توتر يا عبد الرحمن. دجاجك. مرقطين. صح صح. حلو. حلو. سم. بتكلم عن فريق يا شمال. حلو في فريق. معليش 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 الفريق اللي فيه فيصل كم يا كنترول؟ أقل نقاط. حلو واللي فيه أسامة؟ حلو. القرعة أو الإسقاطك الثاني. عندنا ثلاث رموز. ثلاث رموز بهالفازة ليوم التأسيس. معي يا سيف وأحمد. ثلاث رموز ليوم التأسيس، في رمز النخلة، رمز الصقر، رمز الخيل الأصيل. راح تختارون ثلاثتكم اللي راح تطلع عليه. اي بالصقرة النخلة راح ياخذ 500 نقطة وتقلب موازين اللعبة كاملة. يعني هذه حظ ما فيها مجد. حظ كلنا ندري بتطلع على فيصل ما شاء الله تبارك. بس النخله اللي فيها نقاط فانت وحظك. استاذ فيصل مبروك في النخله ما شاء الله. ما ابي اخسر. في 500 نقطه بين الثلاث اوراق هذه وبمدها مده واحده كل واحد عشان ما يقول ليه هذا اختار اول. فخذوا جميع واللي بيبقى الاخير بكيفه. كيف؟ فكر فكر يا نايف. لحد يفتح لحد يفتح لحد يفتح لحد يفتح لحد يفتح. عطني يا نايف عطني يا نايف عطني يا بضيح بضيح. لا عطني فيصل حط مخباي فوق. هذا فيصل هذا نايف. ابى اشوف حقه نايف. اسامه في جيبك. ايه اسامه. الاولى حقه نايف رفيقي شفتها. طيب نخليها هنا عشان تعرفونها وين حقت نايف. هذه وهذه حقت فيصل. هذه حقت فيصل بتكون بالنص على مكانه بالنص. هذه حقت أسامة. صح تحرك. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت محمد فلاج؟ فيصل فيصل ما شاء الله تبارك الرحمن مبروك. طيب ايش رايكم اعطيكم الفريق الثالث او المفلس؟ اليوم ترى نساعدك يا غبي. قلنا ايه احنا اقل الاحتمال بنختان. يا خلف الفريق الثالث والاخير مستحيل تكون داريا صح؟ بين الله حلو. هي بين اثنين. اسامه متوقع؟ اتوقع انه يصدر. هو الاخير؟ اني الاخير؟ عادي انا اروح. اقول هو الاخير توقع انه هو الاخير؟ لا ابو طلال حتى لو انه الاخير. يا لا 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 خل خل الامور هذه. بالنهايه خل التمني، شوف التوقع. والله اتمنى انه الاخير. افتح مايكك طيب عشان انا اتمنى ما يخصم علي. يلا. توقع ان من الاخير؟ توقع مو بتمني. تخيل صاصم واخير. فيصل طلال. فيصل طلال الاخير. فيصل يتوقع. اتوقع اسامه الاخير. يتوقع الاخير. اتوقع لان ترى الاسقاطة فرقت بالاخير والثاني والاول. انا احس اني اتوقع فيصل طلع الاخير. لا الفريق الاخير والمفلس لفقرتنا اليوم واللي خرج بدون اي نقطة فريق العواصف معوض خير. معوض قايل لك لا تناقش معي يا ابو نعومة. لا تناقش معي. شغل انا عدول حسوفيه. شغل انا عدول خير لما كبدي. توفيق ابو الله خير يا شباب. مرحبا. كل فقره عندك اخذ خلاص احنا نعطيك. تبغى الاول يا الربع؟ تبغى الاول؟ تبغى الاول يا الربع؟ الان بين الاول والثاني، الاول بياخذ 1500 نقطة. الاول الله يرضى عليك. والفريق الثاني بياخذ 1000 نقطة. طبعا قبل الاسقاطه الاول نايف
بعد الاسقاطة، هل يبقى الأول نايف أو ياخذ فيصل؟ رب تكثر الاسقاطات. الأول له 1500 نقطة، الثاني كلنا شيء واحد. يعني. الحال واحد والاخوان وعلى قلب واحد. هذه ورقة أسامة بن عوضة تطلع. الحين هذه ورقة نايف، هذه ورقة فيصل. فيصل بن طلال. وال هذه ورقة نايف نكشفها في حال إنها نخلة. الفايز نايف. فريق نايف في حال إنها نخلة. نرجع نوتر. لا, أرجع أوتر من جديد. ليش؟ أبي أوتركم لأنه احتمال مو أنت. طيب. احتمال يكمل. طيب يمكن توترنا وأنا نخلة. أبي زوم. هذه علي كنترول. أبي شيء هنا وإذا فتحت ورقة على طول جهز هذا. كنت مخرج قبل. حلو. سو زوم. قرب. يلا. حلو. يلا. يلا واحد. عذابة. اثنين في حال إنها نخلة مبروك يا نايف. سلم لي كوريدي. خلاص. أكيد. وألف مبروك نايف. هجد! هجد! شباب يعطيكم العافية، ما قصرتوا، الله لا يهينكم، وأفضل شخص قريب لقلبي، الله يطول عمرك. أحبك يا ريت. الله يحبك ويطول عمرك. الله يعطيكم العافية. الفريق الأول فريق الإمبراطور أخذ 1500 نقطة، الفريق الثاني فريق فيصل وكان الاسم القلعة، فريق القلعة 1500 نقطة. شكرا لكم والله يعطيكم العافية على حسن المشاهدة. الثاني 1000، الفريق الثاني 1000 نقطة، الفريق الأول 1500 نقطة. الله يوفقنا وياكم، يسعدنا وياكم، يرزقنا وياكم، يصلحنا وياكم، ويحرمنا لذة المعصية، ويرزقنا لذة الطاعة. أسامة بن عوضة طلبني طلب اللي هو شيء تبي أشرح لها عن واقع